وصفتنا النهاردة فتت اللحمة، يلا نشوف هنعملها ازاي. معانا كيلو لحمة متقطع قطع، معانا رز كوبايتين وربع كوباية شعرية، معانا رغيفين عيش هنحمصهم، معانا توم للدقة اللي هنعملها، معانا سمنة، خل وليمون، ملح، فلفل اسود وكزبرة. السليق اللحمة هنحط فيه ورق لورا وحبهان وبصلة. نشوف مع بعض اول حاجة هنعملها ازاي. اول حاجة هنعملها مع بعض في الفتة هنسلق اللحمة. احنا جايبين حلة فيها مية سخنة بتغلي، هننزل باللحمة. انا غسلة اللحمة ومقطعاها ومصفية المية منها، طبعا على قد عدد افراد الاسرة عندك او العزومة اللي هتعمليها بتجيبي كمية اللحمة اللي انت عايزة. اول حاجة بتحصل في اللحمة اول ما بننزلها بتبتدي هيتغير لونها، بيحصل ان الدم بيتجمع وبيطلع على شكل ريمة. التجمع الدم ده بيطلع، ده اسمه الريمة. الريمة اللي هي بتبقى الابيض دون اللي بيطلع بنشيله. شايفين مع بعض ابتدت الريمة تطلع ازاي؟ هنشيلها بالمعلقة. احنا عايزين الشوربة تبقى صافية خالص كده. تمام مع بعض. بعد ما شلنا الريمة هنحط البصلاية معانا، وهنحط حبة فلفل اسود بتدي حياء حلو للحمة، وحط حبهان والورق اللور، وغطي الحلة ووطي عليها تستوي براحتها. على ما تستوي اللحمة هنعمل الرز مع بعض. في حلة سخنة على النار هنحط معلقة سمنة، هنحط الشعرية، هنقلبها حلو قوي لحد ما تحمر معانا. نقلبها كويس، ما نسيبهاش عشان ما تتلسعش مننا او حتة تحمر وحتة لا. شايفين كده ابتدت تتحمر معانا الشعرية كده، هو ده اللون اللي احنا عايزينه، مش عايزين نحرقها اكتر من كده او تغمق. تمام. هحط الرز. الرز انا غسلاه ومصفياه من ميته، وقلبهم حلو قوي لحد ما الرز يتحمر معايا كده. اتحمر معانا الرز بالشعرية، شايفين شكله عامل ازاي. كل ما تقلبي فيه ويتحمر كل ما يبقى مفلفل معاكي وحلو. هنحط الملح، مش عايزين نكتر ملح، ونحط رشة صغيرة فلفل اسود، نقلبه. طبعا لو عايزة تسويه بشوربة اللحمة بيبقى حلو. في ناس ما بتحبش الرز يستوي بالشوربة فبنسويه بمية عادي. كل كوباية رز عليها كوباية مية، بس اهم حاجة ان المية تكون سخنة. طبعا كل واحد بيبقى عارف الرز بتاعه بيحتاج مية قد ايه. انا بعملها كده بالمعيار، فانا ببقى عارفة ان الرز بتاعي المية بتبقى واصلة لحد فين وبيستوي معايا وما بيعجنش. وعلى نار هادية خالص بنسيبه يستوي، او لو عندك الصاجة بتاعت الرز بتحطيها تحتيها. تالت خطوة هنعملها مع بعض، هنحمر اللحمة بعد ما تسلق. هنحط سمنة في طاسة على النار، معلقة سمنة كبيرة. اول ما تسيح هنحط اللحمة. احنا اللحمة مطلعينها من الشوربة. تمام كده اللحمة احمرت معانا، هنشيلها. وفي نفس السمنة دي مش هنرميها، هنحمر فيها طشة التومة اللي هنحطها على الفتة من فوق. كده معانا التومة والسمنة سخنة. هناخد كمية توم كبيرة حوالي 10 فصوص، نحيقهم بالكزبرة والفلفل الأسود وحبة ملح صغيرين عشان احنا اللحمة والرز متحيقين معانا. نحمرها، مش عايزين نحرقها. وهنطشها بالليمون. تمام كده. وهي سخنة هنحطها مع بعض دلوقتي على العيش والرز واللحمة على الوش. احنا معانا دلوقتي العيش حمصناه وحطيناه في الصينية. المفروض الصينية دي هنحط عليها
الرز العيش هنحط عليه الرز. الرز طالع سخن ومفلفل معانا، شايفين مع بعض. بعد ما حطينا العيش والرز هنجيب شوربة اللحمة ونسقيها بيها. الشوربة سخنة معانا، عايزة اقول لكم ريحتها تجنن. وهنحط اللحمة على الوش. طبعا التومة لسه معانا، احنا لسه مهدين النار عليها. هنخلي الصينية برضو على النار، على نار واطية، وهننزل بالتومة عليها كلها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ فعلا ريحتها جميلة قوي. ودي كانت وصفتنا النهاردة، فتة اللحمة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، اكلة خفيفة وبسيطة وسهلة، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، ومستنية كومنتاتكم تحت الفيديو. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.